بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة كده هنعمل فيديو عن اللبس. النهاردة كده دي في الدكان عند بتخالي احمد، لو حد عايز يعني لبس ولا حاجة من اللبس ده، فمعلش يعني التصوير التليفون بالطول عشان يعني ما يعرفوش يصوروا، بس يعني موضح وحلو. معانا هنا كده عبايات صيفي ودريسات خروج وبشاكير وطرح وحاجات حلوه كتير، يعني اللي هيعجبوا اي حاجه من دي ومن هنا من منطقتنا، يعني من بلدنا مثلا او من البلد اللي حوالينا، وشاف الفيديو هيعجبه الفيديو وعايز هيجي هنا هيشرفنا هنا في البيت، وان شاء الله كده هيعجبه الحاجات وهيشتري. هنا دريسات خروج وعبايات بيتي، دي عبايات بيتي وهنا دريسات خروج اهي. معلش يعني الاتصال بتاع التليفون انه مصورين بالطول. حاجات حلوه خالص اهي، دي برضو دي دريسات خروج للبنات وفي جميع المقاسات يعني. وهنا شنط اهي، شنط برضو بتاع بنات، شنط حلوه وعندهم وكريمات وريحه ومعطرات جو ومخمريه وادوات المكياج وطرح وملابس داخليه، كل حاجه عندهم وشامبوهات، اسعارهم حلوه. وهنا في البيت اللي هيعوز يعني هيجي يشتري من البيت. هنا هي دي برضو دي عبايات بيتي، ودي عبايات بيتي اهي، ودي طرح اهي، طرح رخيصه كمان ومشيتها حلوه، حتى انا شريت منها. ودي طرح خروج اهي، ودي سلاسل اهي للبنات، سلاسل على حقيقه عيون، ودي برضو ملابس داخليه، ودي طرح، ودي الاخمره السوري اهي، دي برضو اخمره سوري، ودي بشاكير يعني او فوط زي ما انتوا بتقولوا، من الحلوه الغالي، عندهم الغالي وعندهم الرخيص. وملابس داخليه رجالي اللي هي في القطن، وفوط مطبخ وطوق بتاع بنات، ودي برضو طوق بتاع بنات، وعندهم لبس بتاع اطفال برضو، بتاع بنات وبتاع صبيان، عندهم حاجات حلوه. اللي هيعوز وهيشرفنا هنا عندهم في البيت عندهم، اللي عايز يروح في الدكان هيروح، واللي عايز يجي في البيت عندهم دي في البيت ده، وكل حاجه موجوده في البيت وموجوده في الدكان. هي دي كريمات وريحه ومعطرات، ومعطر معطرات الجو يعني، ومزيل عرق وصابون، ودي التوك بتاع اطفال وبتاع ده بخور، ودي اللي هي القمصان. يا رب الفيديو ان شاء الله كده يعجبكم. والشنط برضو، طيب يعني بديت لكم التصوير تاني اهو.